اسمي أنعام إسماعيل عبد الرحيم، جوزي متوفي بقاله 16 سنة، وأنا معايا 3 أولاد وكلهم في التعليم يعني. فاضطريت إن أنا أنزل عشان أشتغل عشان خاطر ولادي، لأن ولادي في مراحل تعليم. المهم إن أنا خدت مكان وأجرته ونزلت أشتغل فيه، وابتديت إن أنا أنتبه لأولادي اللي في الدراسة في الدراسة، واللي قربت تخلص. بنتي كبيرة أول ما خلصت جالها عدالها على طول، والحمد لله جوزتها. بعد كده ابتديت المشوار مع أيمن وشيماء. والله أنا كنت فعلا محتارة، مش عارفة يعني أشتغل إزاي ولا أعمل إيه. فليا إخواتي ساعدوني وقالوا لي ممكن إنك أنت تأجري مكان، أي مكان تأجريه. فأجرت مكان في وسط البلد وابتديت إن أنا أشتغل. أنا عندي قدوتي والدتي، والدتي ربت 6 وكلهم في مناصب كويسة جدا، فما كنتش أقدر إن أنا أكون أقل منها، لازم أكون زيها. وهي بصراحة وقفت معايا في الأول، الله يرحمها. والد توفى بدون يعني، ما كانش فيه مرض، ما كانش فيه حاجة، كان في غفلة كده. فانتبهنا كلنا على واقع بقى لازم نعيشه، وكانت هي السبب في ان احنا نقدر نكمل ده كله. كانت صديقة، ما كانتش أم خالص. من أحسن الحاجات في تربيتها لينا ان هي كانت دايما القرآن والأحاديث وقصص الأنبياء كلها محافظها لنا، ولادها وأحفادها يعني. دايماً هي بتخلي بالها من النقطة دي، بتقومني وبتقويني يعني. هي أنا باخد قدوتي منها بجد، من ناحية القوة يعني. تيجي مثلاً جت عليا فترة كان معايا الدبلوم مش عايزة أكمل، فجت لي فرصة لأن أنا عايز أكمل تعليمي. أنا جيت كملت تعليمي عشان أخد البكالوريوس عشان أفرحها هي. واجبي ما اقدرش اتخلى عنهم، ما اقدرش ان انا اسيبهم. ما انا قلت لحضرتك في الاول يعني زي الجندي هيسيب ارضه ويمشي ليه؟ يسيب سلاحه لمين؟ فانا بالنسبه لي ولادي هم دول ارضي وسلاحي، لازم ان انا اعمل، عايزه اعمل لهم حاجات كتيره قوي، بس على قدي عملت اللي اقدر اعمله يعني. انا تعبانه ورجلها مكسوره وهي برضو اللي شايلاني يعني، اللي ربنا يا رب ما يحرمنيش منها. تقوم الصبح الساعة 8 تحضر لي الفطار وتنزل تروح المحل، تفضل تتابعني طول النهار في على الموبايل، عاملة ايه، كلتي ما كلتيش، شربتي، طب بالراحة، طب عملتي. كل شوية تقعد ما بين وقت الساعة والتانية تقعد تطمن عليا. هي عملت كتير قوي، واحنا مش قادرين ان احنا نديها جزء صغير من اللي هي عملته، ومش هنقدر بتهيألي بعد العمر ده كله، مش يعني صعب جدا، مش 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 هنقدر ان احنا نوفيها جزء صغير قوي من اللي عملته في اي حاجه صغيره. اتجمعنا كلنا مع بعض، وساعات لما بكون بزهقانه وبتاخدني وبتفسحني، ولو ما بكون نفسي في حاجه واقول لها ساعات بتجيبها لي. بحبها قد الدنيا دي كلها، وربنا يخليها لينا وما يحرمناش منها. و وكل سنة وهي طيبة بمناسبة عيد الأم.